عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نعمل ان شاء الله نعمل مع بعضنا ميني كيك بالفاني والشوكولاتة. اول حاجة باش نستحقوها هي 170 غرام فارينة، زدتها رشة ملح وغربلتهم مع بعضهم. عندي لهنا كعب عظم، عندي 90 غرام سكر وزدتهم ساشي سكر فاني، عندي لهنا نص باكو خميرة معناها 6 غرامات، 120 مليلتر حليب فانيليا سائلة، وهنا 65 غرام زبدة، وهنا عندي 50 غرام بيبيت شوكولات نجمو تستغنيو عليها. انا خاطر حبيت باش نعملها فانيو شوكولات نجمو تستغنيو عليها. وهنا زيدا عندي شوكولاتة هذية كيف نجمو تستغنيو عليها، دونك تعملو بالفاني اكاها. اول حاجه كيما قلت لكم الفرينه والملح خليها على شيره. شناخو باش نخلط السوائل؟ عندي لهنا العظمه ونزيدها قلنا 90 غرام سكر وواحدة سكر واحدة ساشي سكر فاني. بسم الله نخلطهم مع بعضهم نحاول باش نذوب السكر. لهنا باش نزيدهم الزبده هما 65 غرام زبده ذايبه. حرك ونزيدهم الحليب 120 مليلتر حليب. نزيد الفانيليا السائلة شوية خاطر النوع هذي كونسنتري، زيد شوية كها وانتوما انتي والنوع اللي عندك. هنا خلطت كل شيء مع بعضه، نزيد الخميرة نزيدها للفارينة. ولهنا باش نزيد الفرينه باش نزيدها على زوز مراحل باش ما تكعبرش، حط تقريبا نص الاول خلط يجي خفيف يجي بنين سيرتو لفطور الصباح ولا للغوتي هزوها الصغار معاهم والا القهوه العشيه الغوتي العشيه حاجه بنينه وبتبيعها في الدار حاجة نظيفة. نخلط لهنا بالقد باش ما نخليش الكعابر متاع الفرينة. لهنا في المرحله هذه نورمالمون نزيد انا الشوكولاته، اما انا مش بنزيدها توا علاش خاطر حبيت نعمل جوز انواع دونك باش نزيدها من بعد. لهنا هذا البلاتور باش ندخله للفور، خديت ليمول هذوما باش نطيب بهم وبتبيع حطيت فيهم قدهم ورقه الزبده هذيك لي كيس هذوما يبداو كبار شويه هكيكا يجي فيهم لي ميني كيك. هذوما حضرتهم ناخذ لهنا نحط كميه صغيرة باش نحط شوية شوكولاتة، نحط من الشوكولاتة هذية
ومن بعد مع التامي يلزمنا ما نعبوهوش الكله، يلزم الربع يقعد فارغ هكا، ما نعبوهش للفم كيف كيف، باش نعاود شوية حط شوية، نجي لهنا نحط شوية شوكولاتة ومن بعد نغطيها كشوكولاتة، حبيتها تبدأ في الوسط ذايبة الكمية هذية، باش نحط فيها لي بيبي دي شوكولا، خلي شوية زين بها من الفوق، خلط كله مع بعضه ونكمل نعبي الكاساتات. ندخل هنا الكعبات اللي خليتهم، مش نحط من فوق، ولهنا هذوما زيتين دونك عملوا لي كمية كعب عظم، عملت لي 7 كعبات توا. بتبيع سخنت الفرن تي على درجة حرارة 200 درجة، نحطو 5 دقائق ومن بعد نقص في الفرن شوية هكاك، يبدأ ما بين 160 و 170، ونخليوهم انا حسب فوري نخليهم 4 ساعة، دونك 5 دقائق من الاول 200 درجة ومن بعد 4 ساعة كي نقص في تولي 170 160، وانتي والفرن تاعك لازم حتى من بعد باش تتاكد اللي هما طابو تدخل سكينه، لكن خرجت شيحه راهم سي طابو. انا توا نحط نطيبهم في الفرن وبعد نرجع لكم. هذه الكيك نتاعنا حذر، كما قلت لكم قعد 4 قعد من الاول حتى خليته 5 دقائق على 200 درجة، ومن بعد ما تعدت 5 دقائق نقصت فيه، نقصت 175 وخليته 15 دقيقة، معناه الكل في الكل 20 دقيقة هكا. حذر كيما تشوفوا، ما نحكي لكم على الريحة، حاجة بنينة نظيفة. كاين تحبوا تعملوا الكمية هكا صغيرة، يعني متاع فطور ولا جوتي هكا، ما كاينش تضعفوا الكمية هكيكا مرة واحدة. ما نحكي لكم مش على البنة، شوفوا من داخل كيفاش خفيف هشوش روعة. ننصحكم تجربوها الروسيت هذية، وهذية النوع الاخر، هذية اللي حطيت فيها الشوكولاتة من داخل، هلا هذي فيه الشوكولاتة من داخل. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. انا الحق مش باش نستنى باش نذوق. بالحق بنة عالمية، خفيف. انا مسلسة ديما نعمل الروسيت هذية، منش باش نستنى صباح يذولي باش نكملها الكعبة هذي. هذه هي كانت وصفتنا لليوم، ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم في حلقه اخرى وفيديو اخر. توا نقول لكم بسلامه.